ما تشوف يحد من طموحاتك واسير لتكون اسير لهالعادات تكون اسير لهالعادات واسير لهذه. بينما في اناس غزوا الفضاء وراحوا واكتشفوا اشياء كثيره واحنا جالسين. طيب احنا فعلا نفتقد روح الفريق؟ لا. ليش؟ للاسف انت الان لو تروح لاي مدرسه او جامعه او عمل تجد التنافر والتنافس غير الشريف. انا لاحظت يعني انا مع انهم احيانا اصحاب مهنه واحده يمكن كلهم مدرسين مثلا ثقافه اسلاميه وعارفين الشيء هذا وعارفين الاحاديث ولكن مع ذلك بعضهم لا يريد وقد يحيك المؤامرات البعض وقد هذا. بينما في الدول المتقدمه تجدهم يتعاونون. طبعا في مشاكل لكنهم افضل بكثير. دكتور زويل اللي حائز على جائزة نوبل يقول انا لما اخذت الجائزه كان معي 200 شخص. 200 شخص كانوا يساعدوني من باحث وفني وطلبه وكذا في جامعه اسمها كالتي انستتيوت. فيقول مره احتجت الى جهاز لقياس السرعه. هم عندهم يعني الدكتوراه واللي اخذ فيها الجائزة نوبل فيمتو. فيمتو فعلا. إيه اللي هي جزء من واحد من مليار من كذا. نعم. يعني على اساس سريع. فيقول كان في جهاز يبغى لي 6 شهور لما كلم الشركه عشان يصنعونه. فقال لي واحد الجامعه الفلانيه فيها الجهاز هذا واحنا في سباق مع الزمن نبغاه الاسبوع الجاي. فيقول اتصلنا بالجامعه الاستاذ اللي مسؤول عن هالجهاز قال خلاص نعطيك مياه وانا اجي معك واجلس معكم واجلس اسبوعين لين تخلصون وارجع. اهميه الجهاز واساعدكم فيه واساعدكم في تشغيله وهو من جامعه اخرى. فشوف كيف يعني ما خضعوا روح الفريق يعني ما خضعوا الروتين واكتب لنا وودنا وبعدين لا مدير الجامعه يقول لا ما يصير ولا شيء. هذا هو يفكر كامه. يعني نجاح جائزة نوبل هي نجاح لامريكا لما يكون عندك اول شيء طبعا الجامعه بعدها الامريكا. انا دائما كنت اقول للطلبه واقول للاساتذه اللي كانوا عندي في الكليه اقول شوف احنا ما نتنافس مع بعض احنا نتنافس مع الكليات الاخرى. والكليات الاخرى احنا وياهم نتنافس مع كليات خارج المملكه. جميل. فدائما افكر بروح الفريق. اي واكبر لا يكون محصور والله هذا ينافسني ولا شيء لا. قوته من قوتي. جميل. وانت تؤكد في الكتاب انه النجاح هو جهد جماعي. وليس جهدا فرديا. هو مشكلتنا اننا نعمل كل يعمل لوحده. هذا خطا. جميل جميل. والحقيقه حتى نسمع كثير احنا من الحكم اللي حتى اللي تجي في تويتر كثير منكم يسمعها انه التعاون والتعاون والجهد الجماعي والجهد الجماعي. الحقيقه الكتاب ركز على هالنقطه لانها هي مهمه جدا جدا في نجاح سواء المشاريع العاديه او على مستوى الابحاث والافراد يعني. بعدين كتبت انه ترى ما في طرق مختصره. تعلمنا ان الطريق يعني مليان شوك يعني لا في ناس يحاول انه ينجح بسرعه. ايه وما تلقى النجاح. لازم تمشي الطريق. يعني احيانا الطرق المختصره تخليك تنسى بعض الخطوات. في خطوات لازم تخطوها تمشي زي ما يقولوا ستيب باي ستيب في هذه الى ان تصل الى هدف. الطرق المختصره ما هي موجوده. ولذلك اذا رايت عمل ناجح تلقى وراه جهد كبير جدا وليس كبي بس انك تاخذه وتسويه وتقول هذا هو. لا يوجد طرق مختصره. فالطرق يعني طرق النجاح يعني فيها طول وفيها زي ما قلنا صبر وفيها طول نفس تخطيط. طيب انت قلت كلمه يعني الحقيقه توقفت عندها كثيرا. تعلم ان تقول لا. هذه اشهر كلمه قالها ستيف جوبز. قالوا ما هو النجاح؟ قالت النجاح ان تتعلم ان تقول كلمه لا. وش رساله توصلها لنا؟ الرساله هو انك لا يكون اي شيء مجامله على حساب صحتك او على حساب وقتك او على حساب عملك او على حساب دينك او على حساب كذا. هو اللي يكون عندك شجاعه ان تقول لا تجامل. جميل. لا تجامل ابدا في اي شيء في حياتنا. ابدا في حياتك لا تجامل.
لان بالعكس يحترمك الاخر. لكن لو تقول طيب وما تقدر تحققها. ايوه. او تحققها على حساب شيء اخر اهم. ما ايوه وتولد عندك احيانا ضغوط نفسيه واحيانا اجتماعيه واحيانا نعم. جميل وهذا ما تودي صار لنا تعلم ان تقول لا وحتى للطفل ان يقول لا للشاب والكبير والصغير يتعلم ان يقول لا وان قولت لا هذه شيء عادي ليست لا يعني اني ما احبك ولا ما احترمك لا لكن انا لي يعني هذا الحقيقه الكتاب جميل جدا وشيق وفصوله كثيره ما استطيع ان نغطيها بساعه لكن انت ما شاء الله عليك حاولنا نستعرض استعراض سريع جدا انت ما قصرت ما شاء الله مطلع عليه ما شاء الله الله يجزاك انا اطلع على كل الكتب اللي ننشرها وكتابك يعتبر من النوادر اللي اخذت وقت سريع في النشر ما طول في النشر جهودكم والله الله لان احنا كنا نلحق للمعرض الكتاب ايضا أيه. ما قصرت والله يعافيك الله يجزاك خير كان معروفين ب يعني الحمد لله اللي هو ايش احترافيه وانتشار نزل في المعرض اي نزل الكتاب الحقيقي هو قصه نجاح لكنه فيه منظومه قيم جميله جدا للوصول للنجاح وهذه المنظومه هي منظومه اشبه ما تكون بمنظومه اجتماعيه يعني منظومه من قيم المجتمع اللي نعيش فيه ليست قيما خياليه من مجتمع اخر فالحقيقه انا انصح بقراءته والاستفاده من التجربه فيه الله يعطيك العافيه جزاك الله خير بذلك المجال الان مفتوح للاخوان اذا عندهم استفسار او ملاحظه او تعليق على الكتاب او انك توجه الاسئله للاستاذ عبد الله فهو بين ايديكم سؤال اول شيء موضوع الكتاب رائع وشيق كون انه يجمع بين قصه وبين تطوير الذات يعني عندنا كتب تطوير الذات في الغالب تكون نظريات سرديه والقصص تكون على شكل ايضا قصه قد تكون بعضها يعني قليله الفائده لان تكون معدومه فهذا جمعت بين شيء شيء رائع جدا فالسؤال الشريحه المستهدفه من الكتاب لكل مؤلف دائما وهو يكتب الشريحه المستهدفه من ناحيه المستوى الثقافي ومن ناحيه الاعمار ايضا فبالنسبه لكم مؤلفكم العظه ما شريحه مستهدفه من ناحيه العمر ومن ناحيه المستوى الثقافي والمستوى المعرفي للطالب والله انا استهدف فيها الشباب من الثانوي الى 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 فوق الى ال 30 ال 35 حتى ال 40 وفي كل الاعمار يستفيد مما فيه لكن خصوصا فئه الشباب انا بدي اني لما اعطي محاضره اني اوزع اعطي كل واحد نسخه من الكتاب ليقرا يعني في تفصيل السؤال الثاني بالنسبه كنا مو عن الكتاب العضه بشكل مباشر بس عن شخصيتكم او شخصكم الكريم بالنسبه لتخصصك في كثير مؤلفين سابقين مثل محمود شيد خطاب كتب بين العقيده والقياده يعني انت بلواء ركن متقاعد مثلا التجربه اللي خضتها في مؤلفاتك ما ودك انه يصير في انعكاس بين التجربه اللي خضتها في المجال العسكري نسميه او مع مؤلفاتك ويكون له صبغه هو والله شفت لو تقرأ المؤلفات أنا عندي عشت سعيدا وعندي العضة كلها تجد فيها روح القيادة روح التعاون العمل روح الفريق الصبر الانضباط كل هذه موجودة في العسكرية لكنني حاولت أنها ما تكون بالضبط يعني عن طريق لأنها تصلح الجميع تصلح العسكري وغير العسكري والمدني للرجل للمرأة للطفل لكل الجميع أنا استفدت كثير من العسكرية خاصة من القوات الجوية يعني هي تعتبر جامعة ودروس عملية في تمارينها في عملياتها في انضباطها يعني الوقت مثلا في القوات الجوية لا نعده بالدقائق نعده بالثواني يعني لو قول الساعة 6 الحضور الصباح لا يعني 6 دقيقة لأن قبل الساعة 6 تقول مثلا بقي 30 ثانية وبعدين تقول بقي 10 ثواني 5 ثواني وبعدين تبدأ تعد تنازلي 4 3 2 1 تايم هاك دق الساعة كلهم 10 وتقفل الباب ما حد يدخل بعدها كتابك الأول عشو سعيدا والكتاب الثاني العظة
هل هما يعني مشروعان منفصلان ام ان الاول او الثاني امتداد للاول؟ يعني هل في ترابط بين الكتابين ولا كل واحد له فكره منفصله؟ هو كل واحد فكره منفصله، لان الكتاب الاول يتحدث عن حياه، عن القريه وعن يعني الحياه المملكه بشكل عام، وعن مراحل كثيره مريت فيها، سيره ذاتيه يعني، سيره ذاتيه اكثر منها. بينما هذا لا، هذا فيه التركيز، يركز على عوامل النجاح، الشخص الذي يريد أن ينجح ما هي عوامل النجاح، وتبدأ بسردها لكنها على شكل قصة، وتبدأ ترى التغير من يوم الآخر والنجاح من كل زيارة إلى ما بعدها. يعني هذا الشاب ساكن في الرياض يروح إلى عمه في الغاب، فكل زيارة يجد عليه في تطوير، في أشياء، في حاجات. المشاريع القادمة، فيه عندك مشاريع ككتاب مثلاً أو؟ والله إلى الآن هذا توه طلع، وأنا عندي طبعاً مقالاتي في جريدة الرياض اللي هي كل تقريباً أسبوع بعد أسبوع، وإن شاء الله أفكر في شيء آخر، بس إلى الآن ماني مستعجل يعني. ودي سؤالي الآن كشاب، كيف أقدر أفرق ما بين التحفيز الحقيقي وما بين مسكنات من الأمل؟ مسكنات من الأمل. من الأمل؟ إي، يعني بمعنى مثلا في تحفيز حقيقي إنه شايف عندي شيء أنا قادر إني أقدمه، بعضهم مجرد ما يعطيك زي حبة البنادول، مسكن موضعي وبعدين عاد. لا، هو أنا مثل ما قلت لك يعني، إذا أردت المحفزات عليك أول شيء أن تؤمن بهذا الشيء، ثم يكون لك هدف، هذا الهدف يكون واضح، يكون قابل للقياس، يكون وتشوف يوميا نجاحاتك. مثلا لو تأخذ الرياضة على سبيل المثال، ولا تأخذ مثلا عادة سيئة تتخلص منها وتبدأ هذا، فهذه تجد هو نفسه النتائج هي تحفزك انك تستمر فيها. اما البنادول او كذا، هذا مثل الوعظ لما يعطيك نصيحه ويمشي، اثناء ما هو ينصحك تحصلك مره تحس هذا، لكن اول ما يطلع واول ما تروح وتوصل البيت وتتغدى نسيت كل حاجه. فهو انا اعتقد التحفيز هو الذي ياخذ برنامج عمل، يصبح برنامج واضح تبدا فيه، فيه انضباط، فيه كذا، فيه مقياس، فيه وقت. يعني دائما يقول حدد الوقت، لا تخليه مفتوح وتقول ان شاء الله بسويه بعدين، ما يمكن تسويه، خلاص انتهى. وهذه الحقيقه احنا ننصحها ايضا للمؤلفين، نقول لازم تحدد وقت متى تخلص الكتاب. اللي مفتوح يقعد عنده 4 سنين 5 سنين، واللي مو مفتوح حاس انه الوقت يتسابق هو والزمن. فهي الحقيقه الكتاب، انا لا اريد ان اثني عليه كثيرا صراحه، لكن في مجموعة منظومة قيم جميلة جدا للواحد، يعني ياخذ كل محفز منها ويشتغل عليه. لو ما تاخذ الا واحد، تاخذ الصبر مثلا تدرب عليه، او تاخذ مثلا التخلص من بعض السلوكيات. انا الحقيقة الكتاب افادني في احد التجارب، انا كنت اروح الاستراحة كل البيع عزب علي، وجدت انها مرهقة، لا استمتع معهم وضيع علي الوقت وانا عندي شغل. فمرة أروح عندهم وجاملهم، لما قرأت الكتاب قلت ليش ما أقول لا؟ ما هو المانع يعني؟ أنا رقم واحد وهم رقم 5 أو 6 أو 7 ويمكن 10 أو حتى يمكن ما لهم رقم. فتخلصت منه بناء على قراءة هذا الكلمة. هي تدريب يعني. بسم الله الرحيم. والله أول شيء نشكركم على هذا الاجتماع المبارك صراحة، تقديمك وأسئلتك للواء عبد الله كانت يعني جميلة جدا، كأننا قرأنا الكتاب صراحة. فأنا أنصح الجميع باقتناء هذا الكتاب، والله يعطيكم العافية. لكن أنا سعد الله معطيك نسبة من التسويق إن شاء الله. أنا أعتمد على الكتاب، سيد عبد الله عارفه زين، هو اللي يشتري كتابه، هو اللي يوزعه مجانا، ومن حماسه للكتب جزاه الله خير، لو حصل يطق على البيبان باب يعطيهم الكتاب. طيبه وكرم. الله يسلمك. الله خير. الله يسلمك. لا، في ناس يعتبر المادة هاجس وشغف، وفي ناس لا يعتبرها تجاره، وفي ناس لا ما كيرلس يعني. بس لماذا لا يخرج هذا الكتاب بطريقه الانفوجرافيك؟
انفوجرافيك اللي هو تحويل المادة المكتوبة إلى مادة بصرية. أنا شايف المواضيع اللي طرحت فيه مواضيع جيدة وشائقة يعني. ممكن إذا في أحد مهتم بالانفوجرافيك يحول تجلس معه وتحول المادة إلى مادة انفوجرافيك. هل هذا وارد في الحسبان يعني؟ والله فكرة جيدة، أنا ما فكرت فيها، لكن الآن أنت تقترح علي وأنا أتم الاستعداد يعني إني أسويها. وأيضا ودي أنها تكون في الإنترنت، إنه ممكن تنزلها بدون مقابل يعني. اللي هو النسخة هذه. نعدك إن شاء الله ننزلها بدون مقابل. أي والله، على أساس تنتشر. لا ما في مشكلة. لأن أنا ودي أهم شيء نشر الكتاب وليس. ما في مشكلة. لو تتحول إلى فيلم. اعتقد انه افضل من كونها بصريه. والله والله وارد جدا. هذا احد المقترحات مثلا، احد القنوات اللي تنتج الافلام واحد المنتجين اللي موجودين دام قصه متسلسله وفيها احداث حقيقيه واحداث ممكن تكتب مثلا انه مبني على قصه حقيقيه. ترى اللي موجود بالافلام الان يبنونه من نفس الخيال وجزء منه حقيقي، فبرضه هذا خليه في الحسبان يعني. يصير فيها احداث يعني، ممكن اللي يضع السيناريو ممكن يضع فيه اشياء. بالضبط. ايه هو دائما يقولون لك الافلام تجي او الابداع من وين يجي؟ هي دائرتين متقاطعتين، فيها الخيال وفيها الفاكت الحقائق. اجمل ما بالانتاج المنطقه اللي بالنص اللي فيها تقاطع الخيال مع الحقيقه، تكون حقائق لكن انت تضيف عليها على اساس انها تخلي السيناريو اكثر امتاع واكثر تشويق يعني. اي نعم. تفضل. اقفلنا عليك بالمقترحات. في مقترح انه لو حول هذا الكتاب بطريقه برايل على اساس شبابنا وبنات المكفوفين يطلعوا على الكتاب ويعيشوا التجربه فعلا مليئه يعني بالاشياء الايجابيه اللي تستحق انه تنقل لهم. والله هذه يبغى لي استعين بزميلي دكتور ناصر موسى واخذ رايه كيف ممكن ان نحول. هو في الجمعيه اللي راسها في لهم مطبعه لكن فقط خطاب من دار النشر والمطبعه. وبعدها يسلم للجمعيه ملف وورد هي تطبعها من خلال مطابعها مجانا. احنا سبق عندنا تجربه موجوده وهذا ممكن ننقلها للناس اللي يشوفونها بالنقل. التجربه هذه عباره عن ايش؟ ياخذون الملف كله كامل. طبعا احنا حوالي 4 كتب او 5 كتب كلها بطريقه برايل وبدون حقوق يعني، نعطيهم الحقوق مفتوحه لانه حتى مكلفه اساسا طباعه برايل مكلفه، فيطبعون نسخه ونسختين فقط او 3 يستفيدون منها الناس. هذه ممكن برضه نتواصل فيها مختلف جدا جميل. وصوتي ليش ما يطلع صوتي؟ ممكن يطلع صوتي بس يبغى له صوت جميل يعني. عاد وراك ناظر يعني تقول انتم نشاز ما تصلح. لا بالعكس بالعكس يبغى له صوت. نبي صوت اذاعي كذا. اذاعي يسردها لنا بقصه. مؤدين الاصوات كثير زي العشماوي. والله فكر بأسامة، أسامة جميل صوت. خلاص كلمه.